كيلاني امين عام من نقابه المحامين. استاذ وحيد اتفضل. يا محمد بيه اهلا بيك. اتفضل. بمسي على حضرتك وعلى ضيفك الكرام. الله يخليك. بمسي على معالي المستشاره الاستاذ اشجان البخاري وعلى فضيله الشيخ. الله يخليك. انا بس عايز اصحح حاجه، امين عام لجنه الحوار في نقابه المحامين. حوار اهلا بيك. امين عام نقابه المحامين الاستاذ خالد ابو كريم. اهلا بيك. اتفضل. انا بس عايز يعني احنا واقفين في نقطه خلاف، لكن كلنا بنتكلم، يعني فضيله الشيخ بيتكلم باسم الفقه، بيتكلم باسم الدين على اعتبار ان احاديث الرسول وان الاسلام منع تحديد النسل بغرض ان احنا نكون اكثريه وان المسلمين يكونوا اكثريه في العالم. لكن طب ما احنا عندنا المجمع الفقهي الاسلامي اصدر يا اسلام، صلح التايتل بتاع الضيف بعد اذنك، قال لك لجنه الحوار من فضلك. يا جماعه انتوا مش بتتابعوا مش بتسمعوا الضيوف ولا ايه؟ بالظبط. اتفضل يا فندم. معلش. حاجه اسمها لجنه القضاة دي عمري ما سمعت بيها. اتفضل يا استاذ. انا اسف. اكبر المجمع الفقهي عن اللجنه دايما للبحوث العلميه والافتاء في الدوره التامه دي اللي فاتت بناء على بيان صادر عن هيئه كبار العلماء، قال منع مساله تحديد نسل بغرض زياده اعداد المسلمين، انما هناك بعض في الفتوى اللي صدرت عن المجمع الفقهي قالت إذا كان منع الحمل ضرورة محققة تكون المرأة مريضة لا تلد ولادة طبيعية، تضطر للانتظار من الفطام. تمام. إذا كان هناك بقى ضرر محقق يجب منع الحمل. تمام. أنا شايف إن الضرر مش شرط يكون عايد على الست. ما هو في ضرر هيعود على الأبناء. على المجتمع كمان. وهيعود على المجتمع. فخلينا على الضرر المحقق الخاص لهذه الأسرة الصغيرة اللي إحنا بنتكلم عليها، الأب والأم والأبناء. تمام. طيب احنا مش عايزين نقول بصفه عامه كل الناس تحدد النسل، لا يا جماعه، اللي يقدر يربي اولاد تربيه فاضله يعلمهم ويديهم حقوقهم في المجتمع. ما هو ما لو انت سبتها خياريه كده ما حدش هياخد، لازم يبقى في قانون ينزل الجميع بالتنفيذ. النهارده لازم ما تمشيش بهواها يا استاذ. هرد على دي يا ريس. انا هرد. طيب. بشكرك يا ريس، بشكرك جدا على هذه المداخله استاذ وحيد الكيلاني. ما انا الحلقه كلها مش عندك.